الترانسين ده بتتكون جوه البروساينا فين؟ يقول لك في سريبر جلاند بتاع البروساينا. بعد 10 ايام تقريبا الترانسيديا تتغير شكلها تاني وتبقى شورت فورم اللي هو 15 مايكرون اللي هو ما عندوش فري فلاجيلا. اخر حاجه جوه جسمها هو الشورت فورم هو جسم البروساينا اللي موجود جوه سريبر جلاند بتاعتها. عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك انت عشان تتعلي وتوصلك البروساينا وتخلك اخر شكل جوه جسمها اخر شكل جوه جسمها اللي هو ايه؟ الشورت فورم. يقول لك ميتاستاتيك ميكوبانزوما ساكو الشورت فورم جوه جسم الحشره ميتاستاتيك ميكوبانزوما لانه اخر حاجه جوه السايكل جوه جسمها اخر منظر بيتكون جوه جسم الحشره هو الشورت فورم. يقول لك اسمه ميتا خدت منها ثلاث اشكال اشكال لو انت عيان جوه جسمها حوله الى ترانسيديا بعد شويه حوله الى شورت فورم اللي هي الانفكتيف ستيج سموها ميتا سايكليك ريبانزوما. بتعدي سيادتك بتاخد الحجم الصغير اللي هو الشورت فورم الانفكتيف ستيج جوه جسمك يبقى ثلاث اشكال وتشتكي بعد كده من مرض النوم. العيال اللي عنده مرض النوم بيشتكي من ايه؟ بقول لك بمر باربع مراحل. اول ما تغرسك الحشره تعمل لك البنزوما الشنكر زي السكريتك شنكر كده مكان القرصه يبقى فيه تابيول توزع فين في التابيول. لان هنا بيحصل مالتيبليكيشن لشورت فورم من الحته ديت تعمل لك شنكر. بعد كده التريبانزوما تاخد بعضها وتدخل الدم بتاعك واثناء ما هي في الدم بتاعك ممكن يبقى عندك انيميا ليكوبينيا يبقى عندك سكين راش فيفر مشاكل في الدم ممكن يبقى عندك هيماتوميجالي سبلينوميجالي انفادينوباسي وهي في الدم والدم بتاخد بعضها التريبانزوما وتطلع للينف نود بتاعت البسولو تيانج الاوزالات دون اللي المفروض بقى بتاع الافاك خلفك يورم يبقى عامل زي قفا مصر بالاخبار اللي احنا بنقول في الاخبار اليوم فاهم كده مش بيفضل ضرب هنا لا هنا من الايه؟ الماتيفيكيشن اللي حصل في الليمف نود هنا زي قفا عيان وارم يقول لك عنده وينتر بوتوم ساين العيال اللي بتشوفها اسمه وينتر بوتوم وينتر بوتوم ساين اللارجمنت في الليمف نود بتاع دكتور الطيارة الأوزانية لحد دلوقتي العيان نام ولا ما نامش؟ ما نامش. طب ما نامش لحد دلوقتي ما نامش. كل اللي حصل ان بتاع قرصته عملت له شنكه مكان القرص بعد كده الريبانزوما راحت الدم عملت له مشاكل في الدم بعد كده طلعت الليمف نود بتاع الافاه عملت له وينت البوتوم ساين لسه ما نامش. عشان العيان ده يجي له مرض النوم عشان ينام لازم الفرزانه تطلع لفين؟ السين اس ده لوجيك لازم يطلع للسين اس عشان ينام. يطلع الفرزانه للسين اس وابتدي يعمل العيال مننجو انكيفالايتس وهنا مننجو انكيفالايتس يبتدي التريبانزوما تدمر في البرين نيرفز تدمر وتعمل لك اتروفي اتروفي في البرين بس ده بيبقى جراديوال كرونيك. المننجو انكيفالايتس ممكن تستمر مع العيان 3 4 سنين ثلاث اربع سنين في انجل كيفايتس بص هيبتدي العيال يشتكي من ايه بقى؟ يقول لك يبقى عنده منتال دانس عتب مفيش تركيز ممكن يجيلها في الكونفانزو تيكل اريتيشن اللي بيحصل في المينجيز. بعد كده يدخل لك في اتاسي ايماسيشن العيال متنح متنح ماشي في الشارع تديله الكلاكسات بالعربية ولا هو هنا متنح زي اي واحد ماشي في الشارع كده تديله الكلاكسات ها في ايه بس
العيان يتنع يبقى الاكل جنبه كده هيعرفوه ازاي بيصيب اكل البق عشان ياكل وعم بيعمل اكل جنبه ملوش دعوه يقول له النهارده ايه؟ يقول لك النهارده مين؟ يقول لك النهارده مين؟ لا السلام عليكم. يقول لك انه واخد اوفر دوز من هيروين، واحد ده يعني مش الدنيا خالص. فقام دوت عاها على اهله دي بقى. حد خبطه بعربية بتاع يدور ولا تجيب 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 ولا تركيز قاعد 24 ساعة 20 ساعة نظام مش مركز كده ومتنح ولا يملك هيدوس ينزلوه لما ينزل هيدوس خلي قاعد بقى يعطوه أكل ياكل معطوش ما ياكلش فين وفين كمان سنتين ثلاثة بقى يبتدي يدخل في السجين كومبا نام بقى هنا النومه بلا قومه هينام مش هيصحى من النومه هيدخل في ديس يموت بعد كده بس فين بعد ما يكون اهله عاوزين يخلصوا منه افضل ثلاث اربع سنين كل يوم يروح الدكتور ما بيجيش يديله علاج كده يقول له عاوزين نخلص تعبوا منه ثلاث اربع سنين مش هتقدر عامل لهم مشاكل مش قادرين عليها يقول لك عنده مرض النوم مش عنده مرض النوم يعني انت ده يجي لي قبل الامتحانات يقول لي ده انا بنام كتير عشان يكون عندي مرض النوم لا دي حاجه دي حاجه ثانيه خالص يعني عنده مرض النوم المرض باربع مراحل شنطه فارزيتيميا الدم وانت البوتوم سايد للفلوت هتقدر يطلع على السي دي اس يعمل لك كرونيك مينجو انسفالايتس ممكن يموت بعد 3 4 سنين. يجي يسالك مين اخطر؟ البريزوما جامبيانسي ولا البريزوما جيزيانسي؟ ايهما اخطر كمرض نوم؟ هقول لك افتكر اللي في الشر هي اللي اخطر. افتكر الشر الاوسط بتاعنا مشاكل وقلق اخطر. مين اخطر جامبيانسي ولا جيزيانسي؟ الجيزيانسي اخطر اخطر ليه؟ يقول لك لان المرض بيكون اكيوت اما في الجيزيانسي المرض بيكون كرونيك قلنا كرونيك ممكن يموت اللعيب بعد قد ايه؟ 3 4 سنين لكن في الاكيوت سيجل سيكلس عند الترمزوم الجيزيانسي بيكتب له يقعد سنه ويموت يقول لك بيموت العيان من قبل ما يموت من قبل ما ينام من قبل ما الفرزات يوصل للسي ان اس ايه اللي حصل؟ ليه المرض اكيوت وسريع بالشكل ده؟ يقول لك اصل الفرزات بيكون في الدم لينتي لينتي يعني كتير افضل تاخد منه حبه دم تلاقي الدم بتاعه بيجري تربانوزوم ليه؟ لان المالتيبليكيشن بتاع التربانوزوم بيبقى سريع في الدم من كتر التبانزول في الدم عند العيان يبتدي يدمروا لك في جسمك الليفر والاسبرين وفي كل حته وفي جهاز المناعه لدرجه العيان ممكن يموت من اي انتر كارنت انفكشن من اي سبب انفكشن انفلاميشن ممكن يموت من قبل يموت من قبل ما ينام ما يبانش عليه اعراض مرض النوم رسمي العيان اللي عنده تبانزول في الدم يموت من انتر كارنت انفكشن اما في الجمجمزي لو طلعت المرض كرونيك يقعد 3 4 سنين عبال ما يموت ليه كرونيك؟ جدان دي ليه المرض بيكون كرونيك؟ لان فراغات في الدم بيكون سكانتي بيكون قليل ما تدركش بتاعه بيكون ضعيف يمشي براحته يطلع براحته يوصل لسينيس ويموت براحته عارف؟ لما يجي سنه في الامتحان مين اكتر؟ جامبيانزي ولا جامبيانزي؟ جامبيانزي اكتر اكتر ليه؟ لانها اكيوت اكيوت ليه؟ لان فرزات الدم بلينتي واكيد لك انه بيموت من قبل ما يوصل لفرزات السي ان اس لدرجه انك لو فتح بالدم عيانه وحقنتهم في حيوان تجارب هيتدمر
يقول لك لو قلت ده في تلفزيون ولا تلفزيون حيوان في حرام تجارب الحيوان هيموت نصيبته هيموت ليه؟ لان الغلاف كتير وهيدمره بسرعه. اما لو قلت حب الدم في تلفزيون جنبياتي ما عندوش حيوان تجارب ولا هواء ولا يحصل اي حاجه يقول لك ده عشان الحيوان يموت في تلفزيون جنبياتي لازم تعمل له سبريشن الاول. عمل له سبريشن ومدريشن عشان ده يبتدي يموت. يعني اكد لك ان الدرجات الدم كتير عند الروبنيانسي انك لو حالت الحيوان تجارب الحيوان هيموت وصفه. طيب ديجنوزس مرض النوم نعمله ديجنوزس فقط حد الدم من العين يلاقي ايه؟ ممكن ياخد السام من حته ثانيه غير الدم؟ ممكن منين؟ ممكن على حسب الاستيج اللي جاي لك بيها العيان. عيان جاي لك عنده شنكر تاخد من الشنكر ولا تاخد من السي اس اف؟ الشنكر. عيان جاي لك فيفر عنده فيفر وسكن راش تاخد من الدم. عيان جاي لك عنده انت تاخده مصايم تاخد من البلوط بتاعت قفاه. عيان جاي لك نايم ومتنح خد من السي اس اف. يبقى تاخد السامبل بتاعتك منين؟ على حسب الاستيج اللي جاي لك بيها العيان. هتلاقي في الميزوم هتوك كتير عند اي نوع؟ عند الروزيجانس كتير هتوك قليلين مش باينين كويس عند مين؟ عند الجابيانس. فما يكونوا قليلين تضطر تعمل كلتشر تزرع على ميديم اسمه وين مان ميديم. وين مان ميديم بيطلع تعذار وصوديوم كلورايد بيكتب ووتر. وهنا لما تعمل كالشر سيادتك بتلاقي في كالشر حد شاطر يقول لي حد واخد 50 جنيه من شويه يقول لي لو عملت كالشر عن وين مان دي ميديا تلاقي ايه؟ جديده ممتازه صح لاقي كرايسيديا. تخيل لو عملت كالشر تلاقي كرايسيديا. لان الغرض من الكالشر ايه؟ انك توفر نفس الوسط اللي موجود في الحشره والبروسينا. هي البروسينا مخيط العيان دم تبقى دوت حوالي ورا ايه؟ كلاسيديا. والكلاسيديا بعد كده تتحول شفت فوق بس بعد 10 ايام. لو تيجي تعمل كالشر هتبقى نتيجه بعد يومين ولا تستنى اسبوعين؟ يومين عشان تلحق العيان. فعلا تيجي تبص في الكالشر بعد يومين بتلاقي جوه الكالشر بتلاقي منظر اسمه كلاسيديا. ساعتها لازم تكسر الكلاسيديا في الامتحان. تقول له اعمل كالشر على وين مان ميديم تلاقي كلاسيديا وتكسبه وتكتب بيانات واجيب بيانات منين ورقمه منين من قبل كده زي ما قلنا. ممكن نعمل سيرولوجيكال وانتراديرمال. ممكن سيرولوجيكال وانتراديرمال اي حاجه في الدم. انيمال انكيليشن بتعمل انيمال انكيليشن. بس خلي بالك معايا يقول لك لو حقنت الحيوان الكروموزوم الروزيزيانسي قبل ما يموت لو جيت سحبت منه حبه الدم بتلاقي النيوكليوس بتاعت الشفت فور تبقى شفت بوستيريور. مش هتهمني قوي يعني لو انت يعني تبص بقى على ترتيب كويس قوي ده اللي هتفرق معاك. لازم تعرف تعمل انيمال انكليشن في الكروموزوم الروزيزيانسي في الدياجنوزيس. لو صحبت من الحيوان ده حق الدم قبل ما يموت هتلاقي ان يمكن بتاع شورت فورم حصل لها شيفت بروسيجر وترسمها له. ترسمها له طبعا. يبقى هنا خلي بالك معايا الدايجنوزز تاخد حب الدم تلاقي ايه؟ تاخد سامبل تلاقي ايه؟ بوليمورفيك تريبانزوز. طب لو مش باينين كويس لو قليلين زي في الجنبيان كده اللي بيقولوا سكانتي اعمل كالتشر. لما تعمل كالتشر بتلاقي ترايسيديا تترسم. طب لو حققت حيوان تجارب صصيته هو هيموت عند الروديزيانس بس قبل ما يموت لو صحبت منه حبة الدم هتلاقي ان يقلل بتاع شورت كورن في
فيزيولوجيكال تعمل انتراديرمال تيست تعمل تريتمنت بتاع مرض النوم ايه؟ لما اقول لك تعالج مرض النوم قول لي قبل ما ينام ولا بعد ما ينام؟ لو جاي لك العيان وهو لسه عنده وندر بوتوم سايد لسه ما دخلش في السي ان اس يقول لك بسرعه ارقعوا سيرامين هتبقوا زي الفل. اديله سيرامين انترابيز ده يوم او يوم لا مده اسبوع ولا 10 ايام. سيرامين انترابيز يجيب نتيجه كويسه. مش شرط يقول لي اشمعنى السيرامين ده فين قبل كده؟
الكرياتون هو اللي ساعتها بقى منه ونمور يتحول جواها الى كارسيديا. بعد كده شورت سام دي من سايكليك دي منزوم، بس ده ما بيتكونش في السليفر جلاند بتاع الحشرة، بيتكون في الهاين دي جات. يبقى هنا ما تيجي تورسها في الكرياتومة تريك ازاي؟ لان بعد ما تورسها بتعمل ديفيكيشن على الوند بتاعك وتدخل الفرزايت في السوق بتاعك. يقول لك ان ده كونتامينيتد انفكشن كونتامينيشن، لان هنا الشورت فورم بيتكون فين؟ في الهاي اند جاب، ينزل لتحت ويطلع لفوق، معايا كونتامينيتد. يبقى عشان تدعي لي شجر جديد فرصه الكرياتوما تعمل كونتامينيشن للموت والفيس بتاعتها وتدخل لك شورت ستامب ميتافايت للكرياتوم. لازم تبقى عارف تسميته 15 مايكرون مش عارف ايه احنا ولا. ويجي لك بقى شجر جديد، شجر جديد عند العيال الصغيره بيكون اكيوت لان مناعتهم ضعيفه، وعند الناس الكبار بيكون كرونيك لان عندهم جهاز مناعي. العيل الصغير لما يتقرص بالكرياتوما تعمل له شاجوما مكان الفايروس. شاجوما هما يعني ايه؟ كرونيك هما يعني ماس، سموها شاجوما يعني شاجر جديد، شاجوما ماس. بس مالتبليكيشن للشورت فورم في الحته اللي فيها الارصه تعمل لك نديول او كابيول اسمها شاجوما. معايا يا جماعه؟ يقول لك لو اتقرص العيل دوت في عينيه تعمل له حاجه اسمها رومانا ساين. رومانا ساين لعالم الاكتشاف هيبقى رومانا، بس احنا لقينا عينيه عامله زي الرومانايا يعني حمراء وكبيره زي المرايا كده، يقول لك كونجكتيفايتس وإديما في الأيد. ومرة ثانية بتبقى يوتي لاترا ولا باي لاترا يا جماعة؟ عادة يوتي لاترا بنحس العين بتاعت الرسو هنا، تيجي الرسو هنا، يعني تيجي مرة واحدة خلاص. يوتي لاترا كونجكتيفايتس وإديما في الأيد. ومرة ثانية. العين بقى في دي شجومة يعني رمانة صايم. ساعات ما تقرص في عينيه، ساعات بعد ما تقرص في ايديه عنده شاجومه يلعب في عينه يجي له رمانة صايم. فازات كل الدم كلنا عارفين اي حاجه في الدم تعمل ايه؟ فيبرز، انراز، هيباتوميجالي، سبينوميجالي، لينفادينوباسي، ممكن تطلع وتعمل من انجلتريكولايتس. كلام قديم ومتفقين عليه. العيل ممكن يموت من الانجلتريكولايتس او مايكوبارتايتس. كرونيك شاجر ديزيز الناس الكبار يقول لك ايه بقى؟ ركز قوي في العقول. عنده كرونيك شاجر ديزيز المورمورفيك في الدم ما يقدرش يقعد، لان الانتي بادي ما دمره يبتدي يخاف ويبتدي يدخل على التيشو. المورمورفيك في الرنجوم يسيب الدم ويدخل في التيشو، ولما يدخل في التيشو يتغير شكله ويبقى شكل الليشمانيا. هو تركش يبقى ليشمانيا، يبقى شكل الليشمانيا، ليشمانيا فوق اكتشف يبقى اتغير 2 3 مايكرون سنترنيوكليوس كانيتوبلاس ملوش بريك لاجل شكل الليشمانيا في اكتشف. العيان اللي عنده كرونيك شاجر ديزيز كرونيك المورفي في الدم ما يعيش، ما يقدرش يقف في الدم فتره طويله، بيكسر يدخل يهاجم التيشوز بتاع العيان، يدخل في التيشوز وتغير شكله، يتغير شكله خالص، يبقى شكل الليشمانيا. يقول لك يبقى شكل ده 10 مرات، تيجي تشرح هتضربه بعد. يبقى شكل الليشمانيا، عارف؟ والشكل اللي عامل زي الليشمانيا ده في ايه؟ هاجم في التشو. اكتر اماكن يروحها يروحها في الهارت. السي ان اس كانتستر. الليشمانيا فورم دوت لشكل الليشمانيا يهاجم في الهارت يعمل لك اتروفي وهارت فيلر. فايبروزس خلف الهارت يطلع سين اس باراليسيس في سين اس. يروح الانتستين يدمر لك النيرفز بتاع الانتستين، مثلا ديستنشن في الكولون ويجي لك حاجه اسمها ميجا كولون. ده عباره عن العيان كلها عباره عن كولون، تقطع بطن كولون ديستندد كولون ميجا كولون ميجا اسوفيس. العيان اللي عنده كرونيك شاجر ديزيز افتكر معايا كرونيك واحد كبير امتيازات عصب الدم يدخل التيشوز ويتحول الى ليشمانيا فور حاجه ليشمانيا اكتر اماكن الرقم خلاص. دي ناس انت
سيستم يدمر اوتو باك ديجنوزس يشخص ازاي ده عيان عنده سيرجن ديزيز. اربع رسومات هترسمهم في الجدول، اربع رسومات هترسمهم وتكتب بياناتهم. لو فتح بالدم العلوي ايه اللي موجود في دمه؟ مونومورف سمير مونومورف بتقسمه. طب لو خدت بايوبسي من التيشو بتاع العيان، بايوبسي من التيشو ايه موجود في التيشو؟ تيشو فور. ها؟ تيشو فور. ارسم الاشمانيا فور ما تكتب بيانات، اجيبها منين؟ قبل كده ما هو ما انا زمان قلت لك ايه الكلام اللي قلت لك اول صفحه دي اشمانيا فور تكتب بيانات في التيشو. لو خدت بايوبسي من التيشو ممكن تعمل فرشه لو فتحه بالدم والفيضان قليل مش باين كويس. ازرع يا اخي، وانا بقول لك ازرع على ان 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 ميديوم. فرق علماء بيبداوا بحرف ان نيكول نوفيد ماجنيل، ودوت ميديوم عباره عن نيوترنت ازار صوديوم كلورايد كريستال ووتر دي فايبرينيت جرافيك بلاد تحفظ تكتبه ايه؟ الميديوم ده بتكتب مش هتحفظه الداخل اللي انا بيتكتب ان 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 ميديوم بيكون موبي مكيل. وطبعا عرفت بيتكون من ايه؟ تجيب دم ارنب تشيل من الفايبر وتحطه على الازار ومعاه صوديوم كلورايد وميه معصره. وهنا لما تزرع سيادتك بقى المونومورفيك على ان 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 ميديوم تلاقي ايه؟ تلاقي كرانسيديا، لان الغرض من الكرانشر مش هقولها تاني بقى. ارسم الكرانسيديا واكتب بياناتها. ثلاث رسومات وصلنا لحد دلوقتي. وضع رسمة يقول لك حاجة اسمها زينو دايجنوزيس. زينو دايجنوزيس ده واحد مفتوح عالم غريب جدا. ما شفناش كده يعني. يقول لك انت بتشخص ازاي شجر ديزيز؟ قول له ناخد دم نلاقي مونوماركي، ناخد بيوبسي من ستيشن نلاقي ليشمانيا فور، نعمل كلتشر نلاقي بلاسيديا، احنا ممكن نعمل سيرولوجيكال، نعمل انتراديرما تيست اسمها كورزين. يقول لك لا لا الكلام ده انساه، الكلام ده مع قديم. تعمل ايه؟ يقول لك احنا ناخد الترياتوما ونروح للعيان. تلف على الشنطه بتاعتك وتطلع الترياتوما، وعشان ما تطلعش منك تبقى رابطها بسلسله. انا بقول لك انت هتعمل ايه؟ يقول له ما تخافش. دي هتورطها في ارصه بسيطه. هو يدي وانت تجري وراه. المهم ان هي كرياتوما في الاخر تقرصه. لو قرصته وهو عيان هتاخد منه ونمور في التبنزول. تجيب العيان بقى تاخد الكرياتوما بتاعتك تحطها في شنطه تقول النتيجه هتدي المعمل هنجيبها لك بعد ثلاث اسابيع. بعد ما تطلع المعمل تطلع الكرياتوما انت عارف ان هي خلاص خدت من العيان ونمور. تقعد تاكلها وتشربها اسبوعين ثلاثه عشان المونومورفيك اللي في جسمها بقى تتحول لكلاسيديا وشورت فور ما احنا عارفين بينزل في ايه؟ الاسلوب بتاعها. تعمل لها ستون اكزامينيشن شورت فور موجود. انت فعلا عندك شركه حاجه غريبه جدا. انا شفت ركب غريب وكانت مش عارف زينو دايجنوزيس يتبع طبعا يا محمد يا مطرح لان شكوي مزاجه زين افرض الثلاثوما دي عيانه مثلا ممكن تعمل راجل يقول لك لا ده لابوراتوري احنا ربنا في النعم ده على ايديا انا بطيء ويرد جالها يا اخي امساك لك ده انا قايلها في بقك في المحاضره. قول بقى 10 سنين ما نزلتش حضرتك. قايلها في بقك في المحاضره من 10 سنين فاهم. يقول لك في ناس بتعملها في الشافعي مزاجهم. يقول لك فين الديو دايجوز كمان؟ قول له في الكرايتينيلا. قول له الديو دايجوز اللي بالك حكيت في حرف التي. منظومه كروزي بالتي والكرايتينيلا بالتي. ازاي الديو دايجوز بتعمل في الكرايتينيلا؟
العيال عنده 30 الا تاخد بايوبسي من المفصل بتاعه المفروض تلاقي ايه في المفصل بتاعه في المفصل لا 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 تاخد بايوبسي ما تحطهاش تحت الميكروسكوب تاخد بايوبسي وتجي الفار ياكلها ياكلها الفار وبعد يومين تلاته شهر راح يجيلها تروح تحت لو هو كان انا عنده 30 الا في المفصل اللارفا موافقة بعدد الفلسطة اللارفا شرح البابعة المعين تلاقي جسم مليان فلسطة اللارفا والمصر بتاعه برضه ودنك منين يا بشر لأنه بيقص بتحركة ما بيكون ولا كان بيقص بيها الحيوان أقول لك زينو ده يكون زينو أي حاجة فيها زينو تستخدم حشرة أو حيوان تظهروا يتزينو ليه يتزين بتاعه معايا؟ هنا في زينو ده يكون استخدمت الترياتورة هناك في الطريقين اللي استخدمت الغريكس النصيين ده في دينا عشان ربطي انا في الشرق اذا تلبانك معايا اذا النودس عندك اربع رسومات تاخد حد الدان زي مونومورس طب الضيوبس مكتش زي شمانيا فور تترسم تعمل كراشر على ان 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 ميديا بتلاقي ترانسيديا تترسم تعمل زينو دايجنوزس زينو ترسم الشورت كور من هذا المنشور بتاعها اربع رسومات وهتتحاسب عليها والاكسيولوجيكا لو انترادرمال والانترادرمال تيست هنا اسمها كروزين يعني كروزين زي ما اسمها كروزين كروزين اي حاجه فيها ايه تبقى ايه الانتيجين بتستخدمه بروتين جنين هذا الكونتيفيتي اي حاجه فيها ايه التريجر الانتيجين هو البروتين وبعد يومين ثلاثة تلاقي حصل انديوريشن الرسيمة مكان الانج محا انج جنيه كده نتيجة بعد يومين ثلاثة تلاقي 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 الكروتين والبومين والبومين جنيه هيبقى اي حاجة فيها ايه ما هياش اميديت عشان ما تبقاش عارفة تيجي لك العيان تحل الانتجين وتعد ربع ساعة بقى جنبك وتبقى لو تاخد الارض هيجا تبروح لا لا ده انت هتحل الانتجين وتقول له روح وتعالى لي بعد يومين ثلاثة على لك النتيجة معايا سلم الديد الحمد لله عملنا دايجنوزس تعالى عنده شجر جديد عالج يتعب الباشا ولا في اتش اي امان المسؤولين هو البريما كلين اذا انتم ملاريا في القلب معايا احنا قلت لك درجة بس امان مش بالك الكنترول انت عارف طبعا هتعمل ايه في الجنومه هتعمل ايه في العيانين خلي بالك دول ثلاثه فري بانادول بقول لك فري بانادول فري كده درايف ما ثلاثه فري بانادول حد شاطر يقول لي سموها امسيجون ماشي فري فلاجيلم ليه ما لهاش فري فلاجيلم حجمها دي ميجا مايكرون اصغر مخلوق في الباراسايتولوجي اصغر حاجه عندك في الباراسايتولوجي دي اصغر من كده 2 الى 3 مايكرون يقول لك انها لشمانيا ايه اوفر اوراوند سنترال نيوكليس عندها الاورجن بتاع الفلاجيلم اللي اسمه كاينيتو بلاس اللي هو حاطين ايه هما كاينيتو بلاس بره فيزل بادي وليفر بلاس بيطلع حته فاجيلا صغيره جوه الجسم اسمها اكزونيم الاسبانيا في منها نوع بيدخل الفيسرا بيدخل الدم بتاعك وتعمل لك فيسرا الاسبانيلس كلا ازار دم دم فيفر الأسامي دي جاية من الهند انتشرت في الهند بسر الإشمانيزيس كالا أزار ضم ضم الإشمانيا اللي تروح لك للبس لم تدخل جوا الدم اسمها الإشمانيا دونوفاني إشمانيا دونوفاني ده نوع من الإشمانيا يعمل لك بسر الإشمانيزيس تدخل الدم فعندك بعد كده خمس أنواع من الإشمانيا ما بيدخلوش الدم يشتغلوا في الجلد فقط يعملوا لك كونتينيوس ليشمانيزيس ثلاثة منهم موجودين في آسيا وأفريقيا وأوروبا واثنين في أمريكا الثلاثة في آسيا وأفريقيا وأوروبا يعملوا لك ليشمانيزيس في الجلد اسمه أولد ولا نيو
بس وافريقيا واوروبا دول عالم حديث ولا عالم قديم؟ عالم قديم. بيقول لك او دبليو سي ال ال ونيزس ال في او دبليو سي ال اولد وورد وتينيس ليش ما تينيس ال كان اسبانيا اشمانيا تروبيكا اسبانيا ميجور اسبانيا اثيوبيكا ثلاثة نوع من اسبانيا او بليل عن ذلك في الدكتة امريكا من اسمهم اسبانيا برازيليانسيس البرازيل اسبانيا مكسيكانا في المكسيك يقول لك ان دبليو سي ال يو وورد كونتينيوس اسبانيس لما تعرف شهادتك كم انا استجول كم اسبانيا ستة واحدة بتطفر الدم واحدة بس تطفر الدم اسمها اسبانيا ونوبين وعندك خمسة في كيلو ثلاثة او دبليو سي ال اثنين ان دبليو سي ال البكتر وانت مغمض كلمة اسبانيا مرتبطة في دماغك بي ساند فلاي جنب البطمة صح؟ في البطمة ده البكتر عندنا في آسيا وأوروبا البكتر يكون في البطمة ساند فلاي يكون في البطمة لكن في أمريكا عندهم ساند فلاي مختلفة حبة عن بتاعتنا اسمها لودزو مايا لودزو مايا حشرة اسمها لودزو مايا يبقى البكتر هنا يا إما في البطمس عندنا يا إما لودزو مايا في أمريكا نتكلم بقى الاول عن مين؟ عن البسرة الاشمانيوس لو واحد عنده كلى عذار طب نظيفة عنده بسرة الاشمانيوس لك ارجعه الاشمانيوس تيجي تسند بارد ورسو تاخد من دمه الاشمانيوس الصغيرة هو جسم الحشرة الاشمانيا تكبر تبقى اسمها ليبتومونس عشرة عشرين مايكرو كمل انشين كمل انشين هتصير الكليب الضغط نطلع من الكافيلا اشمعنى فين التومونس لسه قدينا فوق لو قلت لك ان الليبتومونس هي الانفكتيف ستيج يبقى تتعيد ثابته دي موجوده جوه الفليبوتموس يبقى تقول راسك الفليبوتموس وتدخل لك الليبتومونس تدخل الليبتومونس جوه جسمك تدخل الدم وتتحول الى ليشمانيا انت عندك بسرة ليشمانيا يبقى انت عشان تتعدي تقرصك في البطمس وتدخل لك انفكتد ستيج اسمها الليبتومونس سموا الليبتومونس بروماستيجور لان البروماستيجور يدخل جوه جسمك يبقى اماستيجور ده اللي انت بتتعدي بيه برو برو قبل بروماستيجور تاخد البروماستيجور يتغير مش هيكش بقى يبقى الاشمعنى لا يتغير شكله في يغير يغير شكله ويبقى بعد حبه يبقى الاشمعنى يغير انا عاوز اقول لك في الاشمعنيزس كل الاشمعنيزس انت بتتعدي بالاكتمونس بتاخد حجم كبير هو جسمك يحصل له ايه؟ يصغر يبقى الاشمعنى عكس التربانوزوم كل التربانوزوم دخل بتاخد حجم صغير شورت فورم هو جسمه بيكبر يا اما بالمورفيك في مرض النوم يا اما بالمورفيك في الشجرتين فبتفكر معايا في التيرانوزوم تاخد حجم صغير بيكبر جوه جسمك هنا العكس تاخد حجم كبير تقول لك ساند فلاي يصغر جوه جسمك يبقى الاسمانيا تخيل بقى ان الاسمانيا الصغيره هي اصغر مخلوق في البارازيتولوجي تخيل ما تستفادش بيها تخيل ان البشر بيقول لك يوضع سره في اضعف قلبه الاسمانيا الصغيره دي اول لما تدخل جوه جسمك عارفه التارجت بتاعها يقول لك انا رايح على الار اي سي انا رايح على الريتيكولو اندوثيليال سيلز اللي متمثله في اربع حتت ليفر سبلين نفرون بومار الريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي في جسمك تدخل جواه ليفر سبلين نفرون بومار تدخل يا ساعات الباشا وتشتغل انترا سيلولار البجاح هو ايه؟ يقول لك الليشمانيا
في اول بندوع تاخدها تشتغل انترا سيلولار جوه السيل. خلي بالك انت شفوي ليه خطر؟ بالكونيلس خطر ليه؟ ما تشتغل انترا سيلولار والتارجت بتاعها هو الريتيكولوميسيلر سيستم. ده ما تشتغل تدخل في الليفر تعمل ايه؟ الانسولين تعمل ايه؟